السلام عليكم يا باشمهندسين، شعبة علم رياضة على جميع أنحاء الجمهورية. ده الجزء الثاني من فيديو المتطلبات اللي هو التراكمي اللي معاليك محتاجه في منهج ثالث ثانوي. دالة المقياس يا محترم، احنا كنا في الجزء الأول خلصنا لحد النقطة رقم 15، احنا بنبدأ دلوقتي في النقطة 16 وهي دالة المقياس. طيب، دالة المقياس يا سيدي العزيز بيكون شكلها دالة س تساوي مقياس حاجة هنا. طيب، المقياس بيبقى الغرض منه ان اللي جواه مهما كان موجب او سالب يبقى الناتج منه موجب. حلو، فازاي احل او ازاي بعيد تعريف المقياس بحيث يحقق لي الغرض منه؟ فتعال نشوف مثال. بيقول لك يا استاذي اعد تعريف الدوالي الاتي: دالة س بتساوي مقياس س زائد 2. عايز اعيد تعريفها بحيث تحقق لي الغرض من المقياس ان الناتج منه دايما يكون موجب. فبعمل ايه؟ باخد اللي جوه المقياس اخليه اكبر من او يساوي الصفر، يبقى س اكبر من او يساوي سالب 2. فده معناه ان اللي جوه المقياس موجب في الفتره دي، ماشي كده؟ يبقى اذا في الفتره دي المقياس ملوش لازمه. يبقى اذا لما اعيد تعريف الداله هنزلها زي ما هي في الفترة س أكبر منها يساوي سالب 2، لأن هي في الفترة دي أصلاً اللي جوه المقياس موجب، فهيطلع زي ما هو المقياس ملوش لازمة. طب في الفترة اللي عكسها بيطلع، أو الفترة اللي عكس دي اللي هي عكس دي بيكون اللي جوه المقياس سالب، فأنا عشان أخليه يطلع موجب بضربه في سالب، يبقى ده سالب في الفترة دي، فأنا عشان أخليه موجب أضربه في إيه؟ في سالب. وكده عدنا تعريف المقياس، ودي اللي هنا دي اسمهم اصفار المقياس، يعني السالب 2 دي هي اصفار الداله، اصفار المقياس، ماشي؟ تاني واحده بيقول لي عيد تعريف الداله دي: مقياس 3 ناقص س. فهمسك اللي جوه المقياس اخليه اكبر من او يساوي الصفر، هودي يبقى سالب س اكبر من او يساوي سالب 3، هضرب في سالب يبقى س اقل من او يساوي 3. في الفتره دي اللي جوه المقياس موجب، يبقى اذا في الفترة دي في الفترة س اقل من او يساوي 3 المقياس ملوش لازمة، يعني الدالة هتنزل زي ما هي. في الفترة العكسها المقياس هينزل او هيخلي او هيضرب الدالة في سالب عشان تبقى ايه؟ موجبة. تالت واحد بيقول لي عيد تعريف الدالة دي: مقياس س بتساوي س تربيع ناقص 9. فانا برضو مقياس س تربيع ناقص 9 هخلي اللي جوه المقياس اكبر من او يساوي الصفر، ودي متباينه درجه ثانيه. بحلها ازاي؟ بجيب اصفار الداله اللي هم لما اسويها بالصفر يطلع لي موجب او سالب 3، اروح اعمل كده وابحث اشاره الداله دي. لو عوضنا برقم اقل من سالب 3 هنا سالب 4 تطلع المقدار ده س تربيع ناقص 9 موجب. لو عوضنا برقم ما بينهم صفر يطلع سالب، اكبر يطلع موجب. يبقى اذا المقياس هيعاد تعريفه كالاتي: في الفتره دي الداله هتنزل زي ما هي، لان هي المقياس ملوش لازمه، لان في الفتره دي الداله موجبه، س اقل من او يساوي سالب 3. في الفتره دي الداله دي سالبه، اللي جوه المقياس سالب، فعشان اخليه موجب اضربه في سالب، يبقى سالب س تربيع زائد 9 او 9 ناقص س تربيع، ده في الفتره من سالب 3 ل 3. في الفتره دي اللي جوه المقياس موجب، فهينزل زي ما هو. وشكرا، كده عدت تعريف المقياس، وممكن انت كتدريب تحل رقم د. طيب بعدين يا استاذي بيقول لك شويه ملاحظات على المقياس. اول ملحوظه عندي ان جذر حاجه تربيع، ودي معلومه في غايه الاهميه. بص يا استاذي، جذر اي حاجه تربيع احنا متعودين من زمان ان ده بيطار ده، لا ده بيطار ده بمقياس. يبقى جذر تربيع يديني مقياس، جذر اي حاجه تربيع يديني مقياس الحاجه. خد بالك بقى، فرق ما بين دي وما بين ان انا اعمل الجذر نفسه متربع. واخد بالك من الفرق؟ هنا جذر اللي جواه متربع، انما هنا الجذر التربيع كل ده بيطير عادي، انما ده بيطير بمقياس. فالراجل مديك امثله، بيقول لك مثلا جذر س ناقص 2 تربيع، ده بيديني مقياس س ناقص 2، ده بيطير ده بمقياس.
جذر س تربيع زائد واحد تربيع ده بيديني مقياس س تربيع زائد واحد، ولكن هنا الداله اللي جوه دي اصلا موجبه دايما، مفيش قيمه حقيقيه لس ع ابيض خليها سالبه، فالمقياس هنا ملوش لازمه، فالداله تطلع زي ما هي. طيب عايزين برضو نيجي بعد كده، يبقى احنا هرينا في داله المقياس، كل ده كده كان هري في داله المقياس. عايزين نحل بقى معادلات القيمه المطلقه. هنحل معادلات مش دوال، مفيش حاجه اسمها حل دوال، بنحل معادلات. معادله يعني حاجه بتساوي حاجه، خلاص؟ فانا عايز احل المعادله دي، مقياس س بيساوي 4. انت بالعقل لما تيجي تحل دي يا محترم، فانت بتقول مين الس اللي تتحط هنا؟ ايه هي الحاجه اللي تتحط هنا تديني 4، تخلي المقياس يطلع منه 4، الموجب والسالب 4. فاحنا ده بالعقل، لكن احنا بنقولها طبعا ايه رياضيا، يعني عشان نسهل عليك لما نحل معادلات المقياس نشيل المقياس ونحط الناحية التانية موجب وايه وسالب، هو ده الحل. تاني واحدة بيقول لي عايز احل مقياس س زائد 3 ب 7، يبقى هشيل المقياس واحط الناحية التانية موجب وسالب، يبقى دي تروح الناحية التانية، يبقى مرة س هتساوي 4 ومرة س هتساوي سالب 10. طيب اللي بعد كده بيقول لي حل لي المعادله دي، مقياس س ناقص 2 بيساوي سالب 1. طبعا دي ملهاش حل، لان استحاله الناتج من المقياس يبقى سالب، يبقى دي مجموعه الحل بتاعتها ايه؟ فاي. بعد كده بيكلمك في خواص المقياس. اول حاجه المقياس بيتوزع في الضرب، مقياس ا في ب بيساوي مقياس ا في مقياس ب، ماشي؟ وبيتوزع في القسمة، مقياس أ على ب بيساوي مقياس أ على مقياس ب. تالت واحدة بيقول لي إن مقياس الجمع بيتفك بيبقى أقل من أو يساوي مقياس، يعني بيتوزع في الجمع في حالات. بص، المقياس بيتوزع في الجمع في حالة إن اللي جوه دول ليهم نفس الإشارات. عشان أديك مثال، لو إحنا قلنا مقياس 2 زائد 5 فده بيساوي مقياس 7 اللي هو 7. طب لو كنت وزعت جمع مقياس 2 زائد مقياس 5 كان هيديني 7 برضه. طيب يبقى هنا هو توزع في الجمع اهو، عشان كده حاطين يساوي. طب لو قلنا مثلا مقياس سالب 2 ناقص 5 فده لما اعمله هيطلع مقياس سالب 7 اللي هو 7. وهنا لو وزعناه في الجمع هيديني مقياس سالب 2 زائد مقياس سالب 5 اللي هو 2 زائد 5 7. يبقى اذا يا محترم، طب لو خد دي، هو هنا توزع وهنا توزع. طب لو كان مقياس 5 ناقص 2 ده بيساوي مقياس 3 اللي هو 3. طب لو وزعنا جمع في الحالة دي يبقى مقياس 5 زائد مقياس سالب 2 ب 7، ما نفعش. عشان كده هو مش دايما بيتوزع جمع. امتى بيتوزع جمع؟ لما يكون اللي جواه ليهم نفس الإشارات، لكن لو مختلفين ما يتوزعش. عشان كده لو مختلفين بيبقى اقل من ناتج التوزيع. اهو بص، ده 3 لكن هنا 7، عشان كده مش دايما بيتوزع. اللي بعد كده بيقول لك لو مقياس ا بيساوي مقياس ب، مقياس سوا مقياس، فده معناه ان اللي جوه بيساوي ده بيساوي ده، او ده بيساوي سالب ده. فعلى سبيل المثال بيقول لي اذا كان مقياس س ناقص 1 بيساوي مقياس 2 س زائد 3 هات لي س. هتقولي طالما مقياس سوا مقياس يبقى اللي جوه بيساوي اللي جوه، ادي احتمال، يبقى منها ودي ودخل، يبقى س بتساوي سالب 4، او اللي هنا بيساوي سالب ده، يعني سالب 2 س ناقص 3 دخل يبقى 3 س، يبقى س بسالب 2 على 3، يبقى مجموعة الحل هنا هي سالب 4 وسالب 2 على 3. بعد كده محترم لما نيجي نحل متباينات القيمة المطلقة، بص بقى بيقول لك هات لي مجموعة حل المتباينة دي، مقياس س أقل من أو يساوي 4. بص يا حاج، لما يبقى متباينة المقياس أقل فعلى طول بنحلها كده، نحط السين ما بين سالب الرقم ده وموجب الرقم ده، ده لو المقياس أقل من حاجة، فتبقى السين واقعة ما بين سالب 4 و 4، خلاص؟ يبقى مجموعة الحل هي سالب 4 و 4. طب ده معناه ليه معنى؟ طبعا. بص يا محترم، سيبك من الرسمة هنشوفه في الآخر، بس يعني برضو خليك معايا.
لو انا رسمت المقياس، مقياس س بيترسم كده، وفي الفتره دي ص بتساوي س، الخط ده معادلته ص بيساوي س، والخط ده معادلته ص بيساوي سالب س. في انا بقول لك انا عايز اشوف المقياس اقل من 4 فين؟ دي الص، يعني على الصادات هنا قيمه المقياس هتبقى ب 4 عند النقطتين دول، وهنا في الفتره دي، في الفتره دي المقياس يعني الداله اقل من 4 الصاد، يعني في الفتره من دي لدي. طب دول بكام؟ مش النقطه دي عندها الصاد ب 4، يبقى عندها السين ب 4 لان هي بالتعويض في المعادله دي. النقطه دي عندها الصاد ب 4 وتقع على هذا الخط، فعندها السين بسالب 4، يبقى المقياس اقل من 4 في الفتره من سالب 4 ل 4. ده تفسير اللي بيحصل. اداك مثال تاني بيقول لك مقياس 2 س زائد 3 ولا ناقص 3 اقل من او يساوي 4. فاحنا هنهبد ايه؟ قال لك يا سيدي هنخلي او هنحط ده مش اقل من، ما بين سالب 4 وموجب 4 ودي، يبقى سالب 1 وهنا 7، اقسم على الاثنين، يبقى السين واقعه ما بين سالب نص و7 على الاثنين، يعني مجموعة حل المتباينة هي س تنتمي للفترة من سالب نص ل 7 على الاثنين. نيجي بعد كده، طب دي متباينات الأصغر، طب لو أكبر مني، بص بقى بيقول لي حل المتباينة دي مقياس س أكبر من أو يساوي 5. لو أكبر من بتعمل إيه بقى؟ بتقول يبقى س أكبر من أو يساوي 5 و س أقل من أو يساوي سالب 5، هو ده الحل. يعني على خط الأعداد أدي الخمسة وأدي السالب 5، أكبر من أو يساوي 5، أقل من أو يساوي سالب 5. وطبعا لو أنت عايز تفهم معنى اللي حصل ده، لو إحنا رسمنا المقياس فهتبقى قيمته هنا الصاد بخمسة، أنا عايز أعرف هي الدالة قيمتها أعلى من الخمسة فين؟ هتلاقي في الفترة دي اللي هي على السينات من هنا لما لا نهاية، وفي الفترة دي اللي هي على السينات من هنا من سالب ما لا نهاية للرقم ده. ده بكام؟ نفس اللي عملناه من شويه بخمسه وسالب خمسه، يبقى هي اعلى من الخمسه في الفتره من خمسه لما لا نهايه، واعلى من الخمسه في الفتره من سالب ما لا نهايه الخمسه اللي هم الفترتين المكتوبين دول. فده تفسير الاكبر من، بس احنا لما بنحل مش بنعمل كده، انا فهمتك بنعمل كده ليه؟ لكن انت بتعمل كده على طول. تاني مثال بيقول لي مقياس 3 س زائد 5 اقل ولا اكبر من 7. على طول تروح عامل دي أكبر من 7 وأقل من سالب 7 وتحل، هتودي 2 وتقسم يبقى س أكبر من 2 على 3، تودي يبقى سالب 12 وتقسم يبقى سالب 4، يبقى هنا مجموعة الحل هي اتحاد هذه الفترات. وبكده تكون خلصت النقطة رقم 16.